فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أنا من روسيا وأبي لا يصلي إلا صلاة الفجر كما أنه لا يصليها في وقتها، ويقول إنه تشغله أموره وعمله. سؤاله: هل له حكم الإسلام أو هو خارج عن الملة؟ هذا له حكم الإسلام لكنه جاهل، يترك الصلاة جاهلا يظن أن له عذر، فأنت تبين له أنه لا عذر له، يصلي وله يعمل، الصلاة ما تمنع عن العمل، يصلي وهو يعمل في مكان العمل إذا استدعى الأمر، فيصلي ولا لا يترك الصلاة. بين له، عرفه بذلك، لأن ظاهر ما تقول أنه ما تركها متعمدا، تركها يظن أن له عذر وهو ليس له عذر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.